التتويج. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أصحاب الجنة يقاتلون في سبيل الله. نقول لك عبر اليوم وعبر دهر الشيعة وشبابها رجالها ونسائها. تزامنا مع أعياد الجيش ودعما للقوات المسلحة، خرج مواطن عبر اليوم في مسيرة هادرة انطلقت من مسجد عبر الكبير وطافت عدد من شوارع عبر الرئيسية، وهم ينددون ويهتفون ويقولون لا تفاوض ولا سلام مع ميليشيا الدعم السريع، هذه الميليشيا الغادرة التي أسهقت الأرواح وقتلت الأبرياء، وأعلنوا التحدي والجاهزية عن الدفع والزود عن حياد الوطن. من عبر عبد الحليم بابكر، قناة الشروق. Come on, come on, come on.